اللي بغى يحن على المغاربه ما يغنيش عليهم في محروقات وما يستغلش حريه الاسعار وما بيع المغاربه. ولذلك بغي نقول الإخوة والأخوات المغاربة على رأسهم الشباب أينما كانوا من كش تغلي عليا تستغل حرية الأسعار اللي البلاد مشات فيها لأن باش تخلق تنافسية وتربح بزاف وفي ظروف صعبة وتجي من بعد تفكر الفقراء اللي بغيت تفكرهم كيتفكر تيقول لك اللي بغى يصحب بالقراب كيصحبو في الليالي باش تتاخد قرار الانتخابات بل شي مرة جا عندي مسؤول كبير وكان الظروف في الحسيمه ماشي هي هذه وحتى في اماكن اخرى وهذا المسؤول الحزب ديالهم الشركات ديالهم فيها محروقات وتيصنعوا مواد غذائيه وصنعوا السكن ويديروا الالبسه كيصنعوا كل شيء الله يزيدهم وبالمناسبه حنا ماشي ضد الاغنياء ماشي ضد رجال الاعمال حزب العداله والتنميه في حكومه السي عبد الكريم الكيران في حكومه السي سعد الدين العثماني عبد ربي هو الذي اكرم الافضليه الوطنيه للشركه الوطنيه بالعكس اللي جينا في الحكومه السابقه والحاليه وحنا الحمد لله دوين بزنس ربحنا تقريبا 50 نقطه كنشجعوا الشركات الصغيره والكبيره والمتوسطه ونعاونوا مناخ الاعمال وكلمه زفير ونجيبوا استثمارات وكنروحوا نديروا في الشركات لكن ما كنبغيوش يغنيوا على المغاربه ويفترسوا المغاربه بالاسلوب المباشر اللي كيبغي يبغي البلاد ويبغي يجلس الملك ما كيغنيش على المغاربه في الظروف الصعبه فهمتوا الرسالة الإخوان والأخوات؟ نحن حزب العمل كلنا عندنا الله ما عندناش شركات بزاف يمكن الناس كثار كيتعاطفوا معنا وهم ماشي أعضاء كل ما عندنا كنعطيو وقتنا كنعطيو جهدنا كنناضوا كنجتهدوا كنصبروا كنتواطوا كنحملوا الهم ديال البلاد كناكلوا أحيانا بعض الضغط كان يعتدى على بعض الأمور التي نعتقد أنه لا يجب أن يعتدى عليها ومع ذلك صابرين على بلادنا وكنناضوا على بلادنا وكون كانت عندنا شركات وكان عندنا عمال سننفقه في سبيله ونصفر ما غنخليوش في المغاربه ونجيو حتى تقرا انتخابات ونطلع نعطيو الكوبايه 200 درهم ما يمكنش في الوقت حزب العداله والتنميه الاخوه والاخوات عجيب وغريب يتعرض بعض اعضائه ومرشحيه للضغوطات ويحذر من شعب الناس كيحذروهم حزب العداله والتنميه وهو حزب الوطن مع التوابع الله الوطن الملك حسن فيهم استعد للتوحد ونحارب لاجلها وندافعوا على بلادنا حزب الحمد لله جربوا هذه 10 سنوات جربوا هذه الطقس بلا الجماعات هذه 10 سنوات في الحكومه كلما نادى منادي من اجل الوطن الا وجب الحزب العام كل جائز يتحمل من اجل قضايا الامه اشياء لا يقتنعوا بها وما قضيه الاعتراف الامريكي بالصحراء الوطنيه بالصحراء المغربيه الا دليل على انه رغم عندنا قناعات مضاده فيما يتعلق بما يقع في اخواننا في فلسطين. فما بغاوش يسميوها. المهم نقول لك حزب العداله والتنميه مهما كان كيفما كان المال الذي ينزل وقد نزل بقوه وانتم تعلمون من ينزل الان بالمال بقوه. مع الاسف الشديد انا كنقولها لهم وكانوا رجال في الحياه السياسيه ما يديروش الضبان في الحياه السياسيه. ما يعولوش على الادارات اللي كيسيروها. ما يعولوش على المال وما غنتكلم من جابوه. وما يعولوش على الاعلام. وما يعولوش على سرقه المنتخبين والضغط على المرشحين باش يديروا وكانوا رجال في الحياه السياسيه. ومع ذلك انا كنقول لكم الاخوات والاخوان حزب العداله والتنميه اجتماعيا وسياسيا لن يخسر اي شيء. مهما كانت الظروف جمع الجلويد ولا الجلسات يديروا البام ولا يديروا الان نسخه جديده كتشبه له ولا غيرها لان حزب العداله والتنميه جا باش يخدم البلاد جا باش يخدم الشعب المغربي جا باش يكون قريب من المواطنين اي موقع وضع فيه حزب العداله والتنميه في ظروف عاديه وطبيعيه سيشتغل كما جاء في على لسان الاخ الصالح وكما جاء على لسان الاخ السكان او اجتمع عليه كل ذلك جلسات القصر وانتقال الملغاء العتبه والمال والاعلام اينما كنا في الحكومه في المعارضه نسيلوا الجماعات نسيلوها خارج المؤسسات ما كاينش سنخرج بلدنا وجماعتنا.
الوطن. أتمنى أن تصل رسالتي. القاسم الانتخابي وخاض عظيميته بالعدالة والتنمية. طيب هنقسمنا على المقاعد، يمكن ما تكونش أغلبية مطلقة في الجامعات، ولكن ما هي النتيجة أيها الأخوات؟ إنكم، وأتوجه إلى من كان وراء هذا السيناريو، المرحلة المقبلة النموذج التنموي، المرحلة المقبلة اهتزال الاجتماعي بحسب كوفيد، المرحلة المقبلة قضايا اقتصادية كبيرة، المرحلة المقبلة الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي بدفاع القضية الوطنية، ونحن نرى الخصوم ينكشفون. نحتاج بالإضافة إلى المؤسسات، إلى الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابرات، لكن نحتاج إلى مجتمع قوي، بأحزاب قوية، بنقابات قوية، بمنتخب عنده مصداقية كعرفة المنكر الواقعي. تفرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.